السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنعمل النهاردة كده ريفيو سريع عن الماكينة سيستر K60C. ماكينة بيبقى فيها 32 غرزة خياطة، دي أشكال غرز الخياطة أهي. ماكينة بتكون مكونات ياباني وصناعة تايواني، ده طبعا البقر الخاص بالغرز والعراوي والعيار بتاع الغرزة. ماكينة طبعا معدن من الداخل بالكامل، ده طبعا بيبان في وزنها. ده شكلها من جميع الاتجاهات. هنا طبعا بنحط بكرة الخيط، وهنا ما بنيجي نملى المكوك. تعال نشوف ايه الاكسسوارات اللي بتيجي مع المكوك. اول حاجة دي دواسة القدم، تركب هنا، وده زرار التشغيل. بعد كده بنلاقي هنا دي قطعة قماش بيكون فيها بعض من أشكال الغرز. طبعا الماكينة بتكون متجربة قبل ما تخرج من المصنع. ده أشكال غرز الخياطة، دي العراوي. نفتح هنا البوكس ده، هنلاقي طبعا هنا كل الأكسسوارز اللي بتيجي. يعني نفتحها مع بعض، مكوك ودواسة السوستة، وديت قطارة زيت، ودي فرشة التنظيف، وده مفك الرنكي، ودي دواسة بتستخدم لتركيب الزراير، ودي دواسة التغليظ أيضا، دي إبر أورجان، ودي دواسة العلوي. دي كده كل الأكسسوارز اللي بتيجي معايا. ده شكل الماكينة اهو، ماكينة ممتازة جدا وعليها ضمان سنة. سعر الماكينة حاليا يعني النهاردة تقريبا 29/30/8/2022، سعرها حاليا 3200. طبعا الأسعار دايما بتبقى متغيرة بالأخص في الفترة دي بسبب وضع الدولار، فالسعر الحالي وسعر النهاردة 3200.